صحيح أنها استغرقت أكثر من 24 ساعة، لكن عمليات الإطفاء انتهت أخيرا بعد ليل طويل قضاه عناصر الدفاع المدني داخل معمل بيبلوس للسجاد وفي جواره بمؤازرة الجيش والقوى الأمنية يعملون على الحد من تمدد النيران والسيطرة عليها بالكامل. وهذه صور التقطتها كاميرا الام تي في التي رافقت عناصر الدفاع المدني أثناء المراحل الأخيرة من عملها. لكن الأمر لم ينتهي عند هذا الحد، فبعدما تصدعت أجزاء من المبنى وسقط الطابقان الأعليان، يبقى خطر سقوط الجهات الغربية منه قائما، ما قد يتسبب بسقوط الردميات مباشرة إلى الأوتوستراد. لذلك تم إقفال مسرب اليمين عند المسلك الشرقي منذ صباح السبت، كما اتخذ قرار يقضي بهدم الجهة الجنوبية الغربية من المبنى يدويا. أفضل ما يقشط وحده ويعرض سلامة المواطنين للخطر. نحن طلبنا منهم أنه يعملوا كل الأشياء القانونية اللازمة لحتى ينهد المبنى من بعد ما ناخذ تدابير ونقطع الأوتوستراد لحتى ما يصير في منعرض سلامة المواطنين للخطر. الخطورة الرئيسية هي على جهة الأوتوستراد، من هيك في خط واحد أو خطين هلا عم يقطعوا السيارات لو صار في عجقة سير بالويك إند. في خطورة هالمبنى اللي قالب وهيدي على المبنى شوي اللي ثابت تحته، هيدا اللي في احتمال يقلب وهيدا اتخاذ القرار بإزالته. قرار الهدم هذا جاء بناء على تقرير أعده فريق من المهندسين يضم ممثلين عن المعمل وشركة التأمين وبلدية الصفرة والتنظيم المدني. القرار وافق عليه النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم على أن ينفذ صباح الأحد، إشارة إلى أن عملية التنفيذ تتطلب إقفال المسلك الشرقي من الأوتوستراد بالكامل. أما السير فإما أن يتم تحويله إلى الطريق البحرية وإما أن يحول إلى المسلك الغربي، وعندها يتم تحويل السير الآتي من الشمال باتجاه بيروت إلى الطريق البحرية. في منطقة ظهر البيدر جرح 10 أشخاص من جراء انهيار قسم من مبنى قيد الإنشاء لجرافات الثلوج في ظهر البيدر، بينما كان عدد من العمال السوريين يقومون بصب قسم من سقف الطابق الأول، وقد نقل 5 عمال إلى مستشفيات المنطقة. يعتقد العاملون في البناء أن سبب الانهيار يعود إلى خلل في التدعيم.